بقى من العذاب ده، انا لازم اغير العربيه. ما بكرهش في حياتي قد شراء العربيات والنصابين. ايه ده بجد؟ هي دي الاختيارات اللي عندي؟ يعني بجد هو ليه كتير عليا اني الاقي مكان عدل اشتري منه عربيه وتكون سعرها كويس؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ انا هنا اهو. ايه ده، هو انت بتتكلم؟ امال انت فاكره ايه؟ طب بقول لك ايه يا عم الراديو، انت سيبني بقى عشان انا متضايقه دلوقتي. هو حضرتك بتدوري على عربيه صح؟ ايه ده، انت عرفت منين؟ انا سامعك من بدري. طب حضرتك فكرتي تروحي لاوتو سامح يوسف؟ لا، احكي لي عنه اكتر كده. حضرتك اي نوع عربيه بتحلمي بيه سواء زيرو او كسر زيرو هتلاقيه عندهم، وجوده العربيات فوق الوصف. طب والاسعار؟ الاسعار عندهم مش هتلاقيها في اي مكان تاني، ده غير نظام التقسيط المريح بتاعهم. بجد؟ طب قولي اروح ازاي؟ حضرتك وصلتي اصلا. اوتو سامح يوسف يعني اعلى جوده واحسن سعر. لو عايزين تعرفوا اكتر ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك سيارات اوتو سامح يوسف. اوتو سامح يوسف، بنتحدى اقل سعر في مصر.